تكلمت عن الجزائر، لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليزاريو وسلحته ودعمته دبلوماسيا، وهي التي غير هذه السنة يعني خصصت 6 ملايين دولار للوبيينغ من أجل البوليزاريو. من أين تأتي شرذمة البوليزاريو بأسلحتها؟ من تندوف. أين توجد الجمهورية المزعومة؟ في تندوف. أين يوجد المسؤولين تاع البوليزاريو؟ في تندوف. من يؤدي الثمن ديال التذاكر تاعهم، اوتيل تاعهم، اسفار تاعهم، السيجارات بتاعهم؟ في تندوف. الجزائر هي التي خلقت البوليزاريو، وهي التي تموله، وهي التي الآن تدافع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي نتكلم لكم على المنعطف الجديد اللي وصلت له القضية ديال الصحراء المغربية من بعد الجلسة ديال المجلس الأمن اللي انعقدت أمس، واللي خرجت على واحد القرار. هذاك القرار اللي كيمكن لنا نقراوه من عدة أوجه، ولكن تبقوا في وجه واحد، وهو أنه هذا القرار عكس المجهودات اللي دارها المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية، وربما خلال السنتين. فأكيد أن طبعا المغاربة كيتسناو غير فوكاش هذا المشكل يتفك، ولكن باش تفك هذا المشكل يعني وانت في واحد التحولات عالمية اللي هي خطيرة، فهذا مبعث أولا واحد الجهة مبعث على التفاؤل بالنتائج اللي تحققت، ثم كذلك مزيد من الإحساس من المسؤولية بأنه الإنسان محد في هذا العالم كالمغرب. فدائما غادي تكون التحديات، وما يمكنش تقول مثلا بأنني أنا ساليت هذه إلا وكيولد لك هذه، يعني أنه المعاناة غادي تبقى دائمة. ولكن ملي كتشوف النتائج اللي تحققت في ظرف مثلا سنتين، وكتقارنها مثلا بالسنوات اللي دازت، وكتقارنها كذلك بالتحولات الجارية حاليا، فما كيمكن لك إلا التفائل وتزيد القدام. فكاينه جوج ديال التفاسير للقرار ديال مجلس الأمن. التفسير الأول اللي هو ظاهري وباين وعارف، وتكلموا عليه بزاف ديال المحللين وبزاف ديال الصحفيين وبزاف ديال النشطاء وبزاف ديال الغيورين. وكاين كذلك واحد الوجه آخر، هذاك الوجه اللي هو ربما خفي. فالوجه الظاهر شنو هو؟ الوجه الظاهر وهو أنه القرار كان صادم بالنسبة للخصوم. الخصم رقم واحد العنيد بالنسبة للقضية ديال الصحراء المغربية طبعا فهو الجزائر. القرار المضمون ديالو أشنو قال؟ المضمون ديالو طبعا اشنو قال؟ قال غادي نزيدوا واحد العام ديك البعثة ديال مينورسو والجهود الأممية إلى غير ذلك. والقرار قال بأنه المخطط ديال الحكم الذاتي اللي كان طرحه المغرب في 2007 راه هو المدخل الرئيسي والأساسي باش هاد النزاع خصو يتفك. هذا المضمون ديال القرار. ملي كنشوفوا كنقراوا القرار يعني الطريقه باش تخاد وتصويت وشكون اللي صوت وشكون اللي هذا، عاوتاني هذاك كتعطينا نتائج اخرى. المصوتين كانوا 15 13 مع المغرب، جوج امسكوا. ما معنى جوج امسكوا عن التصويت؟ يعني رفضوا ان يكونوا ضد. فالقرار من اللي كتفتحوا كتلقاه لصالح المغرب، لان المغرب راه هو اللي اقترح هذا البلان يعني ديال مخطط الحكم الذاتي، وهذا مخطط الحكم الذاتي راه كيتماشى مع التغييرات والتحولات اللي جايه. انا غادي نتكلم لكم عليها، حيت بزاف ديال الناس ربما من اللي كنتكلموا كنقولوا بانه راه التغييرات العالميه بانها راه جايه في الصالح ديال المغرب، ربما ما كيفهموش شي بالضبط، ولكن التحولات الجاريه راه مع هذا الشيء اللي غادي فيه المغرب. فهاد الجوج الذين امسكوا شكون هما؟ كينيا طبعا،
روسيا امسكت، فرنسا بقات مع الامور ديالها، بقات غاده. فرنسا كاين اللي بشحال هذه كان كيتخوف الملك، يعني المغرب ملي كان مجبد الحبل مع فرنسا بان جي خصنا عطينا موقف واضح، عطينا كذا، كانوا بزاف الناس ديال كيتخوفوا. وكان اللي عن نيه حسنه، ربما قيل الاغلبيه كانت عن نيه حسنه، كيقول لك ودي عداك وفرنسا وعضو مجلس الامن وعندها الفيتو وعندك تفعلينا وعندك تراك وما نغامروش وما نزيدوش وما نفعلوش وما نتركوش. ولكن كيف غادي نشرح لكم انا والتحولات اللي جاريه راه غادي تفسر لنا هذا السلوك ديال فرنسا. احنا ما يمكنناش نقولوا بانه راه يعني الانسان ما عنده حتى شي حل سوى يستجب. المهم على كل حال ما ندفعوش بهذا الدفع، ولكن ندفعوا سيدي بالتي هي احسن. نقدروا نقولوا بانه ماكرون طلع يعني ذكي، ماكرون طلع ذكي والله يجيب له التيسير، خذا كل شيء من عند الجزائر داك الشيء اللي باغي، وفي الاخر اختار اللي كيسلك فرنسا. يعني راكم شفتوا الاسابيع القليله الماضيه شفنا بانه داك الهيف اللي كان وقع وداك الانزال 16 الوزير او 17 الوزير، الحكومه كلها دارت انزال مشات الجزائر، حطي النظام العسكري الجزائر، عطينا هذه خود كيتعزلوا خود، يعني تقداو خود الى غير ذلك. المسائل اللي كتهم فرنسا عاوتاني من ناحيه النظام العسكري الجزائري ما كاينه غير هزو زيد، وفي الاخر قال لك صافي حنا زوينين وغادي نعالجوا ديك القضيه ديال الشهداء، عطاهم الجماجم مغشوشه ومزوره، وبداو لبك لك ودفع لك، وقالوا صافي فرنسا هي معنا. في الاخر كيطلع ماكرون بانه ذكي وجاب كان كيخدم على النتائج ديال الدوله ديالو، الله يجيب له التيسير. لان في الساحه الدوليه هذا الشيء اللي عطى الله في الساحه الدوليه، يعني اللي عنده ما يجيبش مصلحه البلد ديالو غير ينوض يجري عليه بجميع الوسائل. يعني في العالم الدولي ماشي معناتها بحال الافراد، لا، الدول كيف قلت لكم انا دائما الدول بصفه عامه، يعني ملي كيكونوا مريحين فوق الطبله راه ماشي بحال ملي كيكونوا مريحين مثلا الصحابه ولا شي حاجه، لا والو، عاج مع راسك، الا غفلتي طير، الا جبرتي ما تجيب للدوله ديالك شي مصلحه ما سبقاش مثلا مربوط بشي حاجه او لا تكاليك شي حاجه. اذا فماكرون طلع ذكي وخذ المصالح، خذ كل شيء من هذا النظام العسكري الجزائري، ودائما كيف كنعرفوا بانه النظام العسكري الجزائري مستعد يعطي كل شيء مقابل لا شيء. هنا كان كيستنى انه غري ادي في المغرب، ولكن في الاخر كنتمنوا يكون خذا واحد الدرس قاسي يكون خذاه باش يشوف كيفاش الانظمه السياسيه في العالم كيفاش كدير على ود المصالح الشعوب ديالها. كنتمنى يكون خدا واحد الدرس قاسي. على كل حال اذا قلنا بانه فرنسا الموقف ديالها ايجابي كان مع المغرب، روسيا كذلك الموقف ايجابي كان مع المغرب، وروسيا راه ماشي غتعالى ودير امساك عن التصويت، اولا بعد ذاك الامساك عن التصويت راه كيتعتبر ايجابي، لانه في المواقف اللي كيكون معايا خلاص هو معايا، يعني هو كيدفع بيا لقدام، واللي كيكون ضدي او اللي كيصوت ضد هذاك راه كيكون هرسني، ولكن اللي كيمسك على التصويت كيقول لك انا سيدي ما نهرسكش، يعني الا كاين شي ما تزيد غير زيد، انا ما نقول والو. بمعنى في جميع الحالات راه موقف ايجابي. اذا فالمواقف ديال القوى العظمى كلها مع المغرب اشنو تزاد؟ تزاد تقريبا هذه المده، تزادت هذه المده ديال سنه، والمجلس الامن قال بانه الاطراف راه خصهم يريحوا الى غير ذلك. شكون هما الاطراف؟ الجزائر وموريتانيا، وبالضبط الجزائر يعني خصهم يريحوا. هذه نتائج كلها طيبه ومفيده وجميله. انا غادي نشرح لكم هنا الوجه الخفي فين كاين المنافع ديال هذا الشيء. سبق لي قلت لكم بانه المشكل ديال المغرب مع فرنسا وهذا الدرديبه اللي غادي مدردب وهذا التعطل كله راه غير بسعد المغرب وكله في المصلحه ديال المغرب. علاش؟ لانه التحولات الجاريه في العالم دابا هذه اكثر من سنه، هاد التحولات كلها المغرب عنده فيها المصالح وكلها في الصالح ديالو، وهذه التحولات هذه راه هي اللي وحات له انه يفتح ملفات مع دول كبيره. يعني ان المغرب مثلا في الاول ملي كان كيتناطح مع اسبانيا، ومن بعد اسبانيا هربت له دخلت له الاتحاد الاوروبي، ومن بعد عاوتاني داكشي اللي دارت المانيا نوضها معها الى غير ذلك، عاوتاني باش ختمها عاوتاني مع فرنسا الى غير ذلك. هذا الشيء في البدايه كان واحد بزاف ديال التخوف وبزاف قاعد كيتوجس
كيقول لك بانه واش المغرب زعما مقد بهاد التحديات كامله مع قوى اللي كبيره. الان ظهر بانه المغرب كان على علم بالتحديات اللي جايه في المستقبل. يعني خصنا نعرفوا واحد الشيء بانه هاد التنبؤات اللي كتكون وهاد الدراسات وهاد التوقعات الى غير ذلك، كاينه جوج المدارس. المدرسه الاولى كتكون ظاهريه كيعتمدوا على الاحصائيات والارقام والمعطيات والتصريحات ديال المسؤولين والاحصائيات والستاتستيك واش كتعطي مراكز الدراسات الى غير ذلك. هاد المدرسه هادي ملي جات الازمه ديال كورونا ومن موراها الازمه ديال اوكرانيا والحرب وترونت، هاد المدرسه هادي راها ما قفلت والو. علاش؟ لانه دخلت ايادي خفيه عكس المجرى ديال الاحداث وعكس المجرى ديال التاريخ، وبدات كتفرض وقائع على الصعيد العالمي. يعني ما بقاو كيعرفوا والو. المدرسه الثانيه اللي كتحلل اشنو كاين حقيقه واشنو جاي، على من كتعتمد؟ المدرسه الثانيه كتعتمد على انها كتتبع الحركات ديال القوى الحقيقيه اللي بيدها القرار السياسي، وهاد القوى هذه دائما كتكون خفيه وكتعمل في الخفاء، وهذوك اللي كيكونوا فوق الخشبه كيكونوا مجرد منفذين. اللي كيكونوا فوق الخشبه كيكونوا هادوك غير ظاهرين وكيكونوا احجار على رقعة الشطرنج. المدرسه الثانيه اللي كتكون مجهده دائما هي اللي كتشوف القوى اللي هي اللي كتحكم سير الاحداث، وهاد القوى كيف قلت لكم انا دائما كتكون خفيه وكتكون سريه وكتكون عندها بصمات في الاحداث، وهذيك اللي سمعتي منها كلمه خذها ولصق عليها. وانا فايت اللي عطيتكم مثال، فايت اللي عطيتكم مثال مثلا بانه انتم كتعرفوا العالم كيفاش مشي، فايت اللي عطيتكم مثال قلت لكم بمجرد ما بدات الجائحه ديال كورونا في الاول ديال 2020 كان خرج واحد من الجهابده ديال السياسه العالميه ومن الانبياء ديال السياسه العالميه، من دوك الناس اللي كيفصلوا الخرائط وكيتحكموا في الاحداث، منهم هنري كيسنجر، تبعته الملكه ديال بريطانيا في البدايه ديال كورونا. تصوروا هاد الجوج هادو كانت التصريح ديالهم كانت تقال للعالم، قالوا بانه العالم من مور كورونا ما غاديش يرجع كيف كان ما بعد كورونا، وزادوا شرحوا قالوا بانه راه جايه اضطرابات وجايه كذا وجايه حروب وجاي دخان وجاي الاجواء ديال الحرب العالميه الثانيه. هادو قالوها، شكون هما هادو؟ بالنسبه للملكه ديال بريطانيا، هاد الملكة البريطانية أو الملك، لأن في النظام السياسي البريطاني الملك أو الملكة كيكون هو رئيس المحفل الماسوني الأكبر، يعني هو الماسوني رقم واحد، بمعنى أن جامعة الماكينات شكون اللي جامع؟ جامع اللي كيتحكموا بالكرة الأرضية، جيو هانيشان. هذه الملكة البريطانية. هنري كيسنجر كذلك، هنري كيسنجر ماسوني من درجة 33، يعني يعني اللي كيحكموا. هاد الجوج هادو في البدايه يعني في الاول ديال 2020 قالوا بانه هشنو جاي هشنو جاي، قالوا كلام قليل صافي وزادوا مع الطريق. المدرسه الثانيه اللي كتقلب على القوى الحقيقيه واللي هي اللي انا كننتمي ليها وانا كنطبقها في التحليلات ديالي، هاد المدرسه هادي كتقول بانه الاحداث الجاريه حاليا شكون هما اللي كيتحكموا فيها؟ اللي كيتحكموا فيها راه انا مرارا كنشير لهم في الفيديوهات ديالي. هادو اللي كيتحكموا من اللي كتبع اشنو قالوا وكتبع اشنو فين غادي يوصلوا، كتبني على داكشي وكتحرك في الميدان. كنت قلت لكم انا بانه التحولات الجاريه تقود الى شيء ما من هذه الاشياء، وهو انه القوى اللي مسيطره في العالم بانها هذوك اللي كانوا شادين المناصب الكبيره فوق الطبله علانيه، هذوك راهم غادي يتبدلوا. علاش؟ لان دوك الكبار اللي تحددوا كبار من مور الحرب العالميه الثانيه، دوك العظماء اللي قالوا بانهم انتصروا، الحلفاء اللي قالوا بانهم انتصروا في الحرب العالميه الثانيه وبانهم هم اللي داروا مجلس الامن وخذوا من اخذوا حق الفيتو ويفعلون ما يشاءون، هذوك العظماء هذوك راه ماشي كلهم عظماء. وكنا قلنا بانه فرنسا راه البلاصه ديالها راه غادي تتحرك من بلاصتها، يعني راه غادي تزعزع وغادي يدخلوا ناس وغادي يخرجوا ناس. اذا هنايا المغرب هذا العام اللي غادي يتزاد له، هذا العام راه غادي يكون فيه استمرار الاحداث اللي ظهرت خلال هذا العام او العامين اللي دازت. اشكون كنقصد؟ كنقصد بانه موازين القوى راه غادي تتبدل. واش كتبدل مع ولا ضد؟ مع، لصالح المغرب. شنو هو الدليل؟ الدليل وهو انه هاد موازين القوى ملي بدات كتزعزع
راه هي اللي اعتمد عليها المغرب باش فتح الدوسي مع هاد الدول الكبيرة. إذن هو المغرب راه حتى شاف أشنو واقع وشاف التحولات في غادة وشاف بأنه عنده بلاصة فيها، عاد نض بدا كيجبد هذا مع هذا مع هذا. هاد الأولى. الثانية ملي بدا كيجبد الدوسي ديال هاد الدولة الكبيرة وهادي 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 وهادي، راه حنا شفنا الأدلة اللي عطات بأنه بصح ديك الدول في الأخر راه مشات مع الطرح ديال المغرب. يعني أنه هاد العام هذا اللي تزاد العالم، العام هذا اللي تزاد راه تزاد للصالح ديال المغرب. انا قلت لكم بانه التراند ديال المغرب غادي يزايد، ما غاديش يرجع للور. وفرنسا مثلا الموقف ديالها ايجابي، راه خصو يكون ايجابي. علاش خصو يكون ايجابي؟ فرنسا راه ماشي زعما تبرعات على المغرب وإلى غير ذلك، لا، راه ما يمكنناش نقولوا بأنها مثلا لأنه في الثقافة الفرنسية والنظام السياسي الفرنسي وفي الطريقة باش كيخدم الدولة الفرنسية راه ما كتخدمش بالإيثار ولا التضحية. مثلا كيف كان دار مثلا محمد الخامس رحمه الله مع الجزائريين في القضية ديال الصحراء الشرقية، لا، فرنسا راه كدافع على المصلحة ديالها أولا، بعد كي تدات من النظام الجزائري داكشي اللي ناقص اللي خاص، وباقا غادا ترجع تاخد داكشي اللي، لأن العالم ديال القوة المنطق ديال القوة هو اللي كيحكم. قلت لكم زائد على نعم بالنسبة لفرنسا، فرنسا راه كتشوف الدول الاخرين الكبارين اللي بداو كيهبطوا يعني المسائل الامور وكيعترفوا بالمغرب. كيف قلت لكم انا داك الكوشمار اللي عندهم اللي كيتهدد اوروبا خلال السنوات القليله الماضيه، بمعنى انه الاوروبيين راه ما بقاش داك الوقت ديال انهم يهملوا دوك البسطاء، الا بغينا نسميو البسطاء، لانه العالم كيتقلب والاهميه الافريقيه راه كتزاد، وأوروبا محطوطة منيشة قدامهم. يعني النظام العالمي الجديد التخطيط ديالو كامل شنو هو فيه كيمشي؟ هو هبط روسيا وهبط أوروبا. كيف خدامين دابا؟ دابا راهم شربكوهم في ديك الحرب الروسية الأوكرانية، وروسيا مع الناتو، الناتو ضد روسيا، وهذا يهود هذا وهذا يضعف هذا وهذا يزعزع هذا وهذا كيستنزف هذا إلى غير ذلك. الخطة ديالهم هي أنهم يهبطوا، حتى وإلا كان مثلا روسيا، وغالب الظن كنظن أن روسيا غادي يدير لهم بحال ستالين. ستالين يوم يشيروا عليه في الحرب العالمية الثانية، ويوم يغديو هتلر، ويوم يشجعوا، ويوم يغمضوا عليه العين هي وكذا وكذا، غير لعل وعسى يطلع يهرس الاتحاد السوفيتي ويهرس ستالين. في الأخر من اللي حرفها لهم شنو ضطروا؟ جلسوا معاه في مجلس الأمن وقالوا له حقه وعدت صاحبي إلى غير ذلك. إذا حاليا دابا النظام العالمي بأنه خاص روسيا وأوروبا تهون، وحتى ولا روسيا مثلا صبرات وصمدات وبقات في الاخر، راه في الاخر غادي يرجع ليها البلاصه بالحق. اوروبا ما غاداش ترجع لذاك الشيء اللي هو عندها المستقبل. اذا قلنا بانه فرنسا راه غادا تتبع حدوى السابقين، يعني لان المصالح قدامها راه كتشوف. زائد انه المغرب مثلا ملي فتح معها الموضوع ديال الصحراء المغربيه وقولي لنا شي كلام واضح باش نصفيو هذا الشيء كامل، المغرب راه ما بقاش غير كيتسنى الجواب وطاوي يديه، راه ناض خدام. كيف قلنا ذاك النهار الاوراش اللي تفتحت اوراش يسيل لعاب جميع القوى الكبيره. هذا من جهه، يعني انا غادي بريتيا فرنسا تقودي معنا دوزي الشركي داكشي اللي حنا غادي نكملوا فيه، بقيتي واقفه راه النهار اللي غادي تجيبك الظروف راه نبداو معاك من دابا لقدام. يعني وما غاديش نبداو معاك ديك الشيء ديال 1912 ودير اللي بغيتي وانت الى لا، ما غاديش تبقى. اذا هنايا فرنسا اولا بعدا كاينه في الموقف ديالها، راها خدات بعدا داك الشيء اللي بغات من النظام العسكري الجزائري. ثانيا راها كتكالي على المستقبل ديالها على داك الشيء، هذا الموقف ايجابي. مع ذلك يعني الادب اللياقه الى غير ذلك يدعو الى انه يعني تشكر عليه، لانه المغرب راه دوله متحضره، وشي واحد الا دار واحد الفعل واحد لوجيست واحد الحركه طيبه فالشعب المغربي راه كيقدرها وما كينساهاش. ولكن القضيه المقدسه ديالو الصحراء المغربيه راه هي اللي تعلو على الجميع، يعني ما كيضيعو حتى شي واحد. شي واحد دار شي حاجه قليله زوينه كيقولوا درتيها زوينه،
شي حاجه اخرى عاوتاني كيقولوا له هذه راه ما درتيهاش والامور غاده. قلنا بان روسيا امتنعت على التصويت يعني ما بغاتش توقف ضد لان روسيا راه كتشوف المستقبل ديالها. التفكير ديال روسيا راه ماشي ديال فرنسا وشي دول اخرى. التفكير ديال روسيا بوتين بانه راه في النظام العالمي راه باقي لاصق وباقي حتى هو مع داك الكبار. هذا المستقبل ماشي بحال. على كل حال اذا هنايا اش قلت لكم انايا المغرب الطريقة اللي باغي يطوي بها هذا الملف ديال الصحراء المغربية هو أنه كيف قلنا بأنه مجلس الأمن يكون حاسم وما نبقاوش نزيدوا نعطلوا مثلا عام مور عام هدي. ولكن الحاج الناس هو أنه هذا مجلس الأمن والمجلس المتحدة والأمم المتحدة ومجلس كذا من اللي كيبغي يحسم في شي حاجة راه بحاله بحال ذاك المجلس ديال الجماعة القروية ومجلس البلدية ومجلس الجهة راه ماشي حتى كيتلاقاو عاد كيتناطحوا كيفاش يدوزوا واحد الحاجه بالاجماع. لا راه ماشي حتى النهار اللي كيعاد عاد كيتلاقاو شنو قلت يا فلان شنو قلت يا فلان شنو قلت يا فلان وعاد كيبداو يدابزوا ولا يطايفوا عاد ديك. لا راه الامور كتخدم على برا كيف كتعرفوا مثلا الانتخابات ديال امناء العام وند الاحزاب راه ماشي حتى كيتصانطحوا مع بعضياتهم في المؤتمر عاد كيبداو يصفي وعاد ولا يدا ولا شي حاجه عاد باش يطلع واحد اولا مثلا رئيس مجلس بلدي ولا رئيس مجلس القروي راه ماشي حتى داك النهار عاد كيدخلوا الناس راه كيفكوا شغالات ديالهم على برا. يعني انه موازين القوى كتعدل على برا عاد كيدخلوا باش كيديروا ديك الاجراءات القانونيه الشكليه. هذا هو الخطه ديال المغرب ديال انه من شحال هذه هو خدام اجي الدوله الفلانيه تفهمي معنا اجي الدوله الفلانيه اجي كذا اجي كذا اجي كذا شراكات بيع وشراء الى غير ذلك. القنصليات قاعد تما كيتبناو في الصحراء المغربيه يعني موازين القوى قاعد كيبدلها المغرب للصالح ديالو والدول الكبيره قاعد كيجر وحده بوحده واللي ما بغاتش يتجر له قاعد زايد القدام وعارفها بانها راه من بعد غادا تشوف حتى غتعيا وغادا تجي. يعني انها هذا العام هذا اللي تزاد هذه راها فرصه تعطات المغرب باش يكمل داك الشغل اللي كان بداه في تعديل موازين القوى. يعني انه الشعور الانساني العام ديال اي مغربي راه مزروب خصو يسمع ديك فوكاش المشكل يعني داك الغنان سالا النزاع هو راه بدا دابا باقي على النزاع. اما هو المغرب راه بلاصتو يعني راه في الصحراء ديالو يعني راه في البلاصه ديالو كيتسناو غير النزاع يحيد. هذا الشعور العام ديال اي واحد كيخرج كيفيق في الصباح كيقول يا ربي هاد المشاكل وهاد البلبله ديال هاد الجزائر والنظام وهذا صافي نجمعوا مثلا هذا الدوسي هذا ونكملوا الشغلات هذه. هذا الشعور العام. ولكن الشعور ديال الانسان العملي اللي في الميدان الفاعل شنو هو الا تعطلات واحد الامور واحتفظتي بداكشي اللي عندك راه اوتوماتيكمون كيفتح لك واحد المجال باش تمشي تكمل الخدمه اللي بديتيها وعطاتك نتائج. دابا مثلا هاد الخدامي اللي داير المغرب دابا مثلا هاد السنوات اللي دازوا القليله فهي عطات نتائج طيبه. اذا ما يمكنش مثلا انت واحد عامين ولا ثلاثه قاعد كتجمع مثلا النقاط كتجمع الاحلاف والحلفاء وزايد القدام الا تزادت لك المده غادي تزيد النقاط. واحد اخر مثلا ناخذ على النظام العسكري الجزائري مثلا في هذه المده اللي دازت قاعد كل نهار خسر 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 هود 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 درجه الى زدتيه عام فربحال زدتيه عاوتاني واحد التحويره ديال شي مجموعه ديال الدرجات. على داك الشيء المغرب مثلا ملي مجلس الامن دار هذا القرار ديالو المغرب بسرعه رحب قال له ارحب هذا الشيء زوين وداك الطاوله المستديره مع الاطراف ارحب يعني ما عنديش مشكل يعني خداها قضيه مفرحه. وعلاش؟ لانك زدتي له الوقت انه باش يزيد عاوتاني يجمع النقط ويكمل الخدمه ديالو الاولى. اللي كيكون مثلا بدات كتخونه مثلا الصحه ديالو او لا شي حاجه لا هذاك ملي كتقول له زدنا لك واحد المهله بحال كتقول له زدنا لك واحد يعني واحد هود لتحت. وفي هذا السياق تذكر جبهة البوليساريو بقرارها المورخ 30 أكتوبر 2019 بخصوص إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام ككل وتؤكد من جديد وبقوة وبشكل قاطع أنها لن تشارك في أي عملية سلام تستند إلى أي مقاربة تنحرف شكلا ومضمونا
عن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية. يعني هذا هو علاش شفنا حتى مثلا المسؤولين المغاربه كانوا في القمه ديال المعنويات ديالهم، ماشي غير البارح فقط ملي مجلس الامن دار هذا الشيء، كان حتى قبل داك الشيء والمعنويات تزادت. وشفنا مثلا داك ابراهيم هلال كيفاش قاعد كيدير في الصحفيين، داك الصحفي الجزائري، تخصيص اتهامات الجزائر. شكرا. ممكن تتفضل تذكر اسمك وتمثل اي جهه؟ اريد مشاورة سكاي نيوز عربيه. سكاي نيوز عربيه. سكاي نيوز عربيه تتكلم باسم الجزائر، تدافع عن الجزائر الان. هذا انا صحفي. لا، ولكن انت تمثل. لا، عندك الحق اخلاقيا، ولكن اسال اي سؤال اخلاقيا. سكاي نيوز هي التي تؤدي لك ثمن، هي التي تؤدي العمر. انا سوف اجاوبك. تفضل. لماذا تكلمت عن الجزائر؟ لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليساريو وسلحته ودعمته دبلوماسيا، وهي التي غير هذه السنة يعني خصصت 6 ملايين دولار لللوبيينج من أجل البوليساريو. من أين تأتي شردمة البوليساريو بأسلحتها؟ من تندوف. أين توجد الجمهورية المزعومة؟ في تندوف. أين يوجد المسؤولين تاع البوليساريو؟ في تندوف. من يؤدي الثمن ديال التذاكر تاعهم، الأوتيل تاعهم، الأصفار تاعهم، السيجارات بتاعهم؟ في تندوف. الجزائر هي التي خلقت البوليساريو، وهي التي تموله، وهي التي الآن تدافع عليه. أما الجزائر تؤدي ثمن الأسلحة، ثمن الأوتيلات، ثمن اللوبيات، ثمن المظاهرات في اوروبا، ثمن المجموعات الضغط. من يؤدي؟ كيفاش كيتكلم وكيفاش كيجبر لهم ديك الطائرات المسيره؟ وشفنا كذلك حتى اللونغاج ديال المغرب كيفاش كان حاسم وواثق من نفسه، قال لي ما ودي حنا ما عرفناها بانها واش تكون غير دعايه ديك الطائرات المسيره ولا شي حاجه، ولكن قال لهم في جميع الحالات، قال لهم ودي راه اي حاجه تبان من تما راه ديك المنطقه العازله صافي نهودو نساليو هاد الشغل نهائيا. على داكشي المعنويات ديال المغاربه كانت مرتاحه. اذا هاد العام هذا اللي تزاد والفوائد بعد اللي تذكرات كامله، لانني انا البارح رغم المهم الارهاق للخدمه الشغل ديالي الى غير ذلك، ولكن تبعت نقاشات كامله وتبعت تحليلات كامله في قنوات كذا لداخل وهنا وحتى في شي قنوات على كل حال في شي دول اخرى، تبعت هذه النقاشات كلها تكلموا على هذه الامور اللي هي مفيده والامور الايجابيه ديال القرار. انا كيف قلت لكم دائما المدرسه اللي كنتمي ليها وراه كتشوفوني دائما في الفيديوهات كاملين اللي كيكونوا الاحداث، كنقنبش على القوى اللي كتكون ديك تحت من ديك الاحداث، هذيك هي الصانعين الحقيقيين. الا تبعتي هذوك اش قاعدين كيديروا، اشنو ناويين يديروا والاتجاه ديالهم، فراك غادي تسبق، غادي تعرف داك الشيء اللي غادي يكون فوق الخشبه. علاش؟ لان مثلا ملي كتكون حاضر مثلا مع اللي كيكونوا في الكواليس مثلا ديال شي فيلم، مثلا اللي كيكون حاضر في الكواليس وكيعرف شكون هما الكاتب والمؤلف والمصور والفنانه كاملين وكيعرفوا كيعرف الاحداث قبل ما تطلع للخشبه، يعني قبل ما تتعرض على الناس وتاك تتعرض وكيشوفوها وكيقراوها وهذه ويتاملوا عاد كيبداو يهضروا. اللي كيكون عارف القوى اللي كتكون تحت مدرجه خفيه واللي هي بصح خدامه، هذا كيمكن له يفهم الاحداث بطريقه اعمق، وكل واحد الطريق ديالو. المهم انا بعدا كاينات مقتنع بهذا الاسلوب، لان الله فهمتي الاساتذه اللي قراوني انايا في السلك الثالث في كليه الحقوق بعد القانون العام والعلوم السياسيه والصراعات الدوليه وداك الشيء كامل، هادو كنطلب الله ليهم، يعني الله يذكرهم بخير وعليهم الفضل الشيء الكثير، خصوصا في السلك الثالث هما اللي منهم
كنا انتبهنا منهم، انا شخصيا انتبهت بانه البحث مثلا في التحليل ولا الصراعات الدوليه او الى غير ذلك، كانوا قالوا لنا بانه بالاضافه ان الانسان باش يحلل ويعرف الامور خصو يجمع الوثائق والبيانات والبلاغات والقرارات وهذه وهذه، ولكن الى بغيتوا شي حاجه اعمق هما اللي كانوا كينبهونا بانه قلبوا على حقيقه القوى السائده في المجتمع، لانه القوانين الدوليه ولا الوطنيه ولا كيف ما بغات تكون هذه دائما هي تعبير على حقيقة القوى السائدة في المجتمع. هذوك حقيقة القوى السائدة في المجتمع التعبير ديالها الفوقي هو اللي كيكون في قانون. دابا مثلا القانون الدولي ولا القرارات ديال الدول ولا شي حاجة، هذيك القرارات إلا بغيتي تفهمها حتى ولا درستيها غادي تلقاها تعبير على الحقيقة ديال القوى السائدة في المجتمع، لأنه دائما القوي كيفرض القوة دياله. يعني انت مثلا المغرب كتسنى مجلس الأمن باش يكون واحد الحاجة في الصالح ديالك، إذا قبل ما تبقى كتسنى مثلا وهذا شقال وهذا شقال وهذا شقال، نوض خدم بيدك وما ونسل القوى عدلها في الصالح ديالك، وهذاك التعديل من اللي غادي تعدله غادي يبان لك في القرارات ديال الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي والمعاهدات وزيد وزيد من اللي كيكونوا كيداروا، راه ما كيداروش لفائدة الضعفاء، لأنه راه ما كاينش عدالة مثلا إلهية هذا الشيء اللي قاعدين كنشوفوه في العالم، لا، يعني القانون الدولي القوانين كاملة راه دائما القوي هو اللي كيفرض الإرادة ديالو. يعني انت إلا بغيتي قانون الصالح ديالك بدل موازين القوى الصالح ديالك، بقيتي كتسنى وراك غادي يجيبوا لك واحد القانون ديال دوك الناس اللي كيتسناو. كنتمنى الإخوان والأخوات نكون أعطيتكم بعض الأفكار الجديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.